السلام عليكم شباب، طبعا بالمحاضرة التاسعة. طبعا وصلنا مرحلة كلش كبيرة هذا الكورس، بكم ان شاء الله اعتقد ان شاء الله الكل استفاد. طبعا هاي المحاضرة باعتبار مثل المحاضرة تقدرون تقريبا شبه ختامية، لان احنا وصلنا الحمد لله خوش مرحلة. طبعا ححاول اشرح اكثر ما يمكن انه اوصل لاكثر ما يمكن، لان هي تقريبا هاي اخر محاضره. فطبعا تشرفت وياكم، وان شاء الله يعني كنت خفيف عليكم، وان شاء الله يعني اعطيتكم المعلومات اللي انا اقدر اعطيها بهذا الكورس، وغطيت اكبر ما يمكن. ان شاء الله ان شاء الله يعني عرفتوا شنو معنى فلتر، وشلون تقدرون تبنون تطبيقات بالفلتر، وشان يعرفوا فلتر. زادت معلوماتها بالفلتر. بالمحاضرة السابقة شرحنا مفاهيم اللي هي منها layout builder والgrid view، شرحنا شوية عن الهيرو اللي هو هذا إذا تلاحظون من أسوء animation. طبعا من أسوء raise hand أو من أتس رسالة. تمام، هسه نجي على الشغلة اللي هي إذا تلاحظون أنه جاي يصير مثل التكست جاي يصير بـ overflow. طبعا هاي المشكلة تنحل بصورة بسيطة، اللي هي انه اني احدد الحجم مالت من مال هايت. طبعا هذا الشيء اعتقد بالبرودكتس اللي هو فورك هذا. تمام، بالدسكريبشن distributed.builder product item اعتقد هو هذا البرودكت ايتم، هو عبارة عن image emitter column btext btitle و bdescription. نعطي طبعا اقدر اعطي اني max line، خلي الفونت سايز مالته شوية اقل ما يسبب له مشاكل. style style font size equals match. تمام، حاليا التكس هذا بقى عندي بمشكلة أقل اللي هو المسافة شوية. أقدر أطلع للتكس أخليها داخل الوجه حتى تنعرض اللي هو الإكسباندد. تمام، هذا الإكسباندد اللي هو يعطيني مساحة إضافية أقدر من خلالها أتعامل ويامن ويا الداتا. هسه إذا تلاحظون أنا من أضغط على هاي المعلومة ما جاي يسوي لي مثل الحركة اللي هي مال المساعة. طبعا هاي شلون نضيفها؟ قلنا إحنا حتى نضيف هاي ببساطة أروح على الكونتينر، أقول له رابط وجد، أقول له هيرو تاج، حتى نوحد التطبيق طبعا حتى أوصل الأسيت هاي. أقول له هنا item هايت. هسه إذا أضغط لحظة هاي مشاكل جاي تصير بسبب شنو؟ بسبب إذا تلاحظون إنه جاي تصير أكو مشاكل بعملية الانتقال. هاي كلها بسبب شنو؟ بسبب حجم مالته. فخلنا نجي على هذا المصطلح، نروح شو نسوي؟ نروح على جوجل كروم. فلتر
حاليا الحل ده يحكي بي انه اضيف لهذا الايتم طبعا اللي هو فد ويدجت اللي هي ايش تعتبر، تعتبر سكرولابل ويدجت. فاذا اجيت اني اصلا على البرودكت انا اصلا اخليها داخل من داخل ليست فيو دوت شنو دوت بلدر. اقدر اعتقد والله اذا خليت سنجل child scroll view سويت هوت رفرش، بس طبعا هذا الشيء راح صحيح. انا اصلا مسوي item builder داخل المشكلة هي داخل البرودكت ايتم كونتينر swap with parents. طبعا حاليا خلينا نعرف هاي المشكلة نركز عليها. من طبعا material page child product page فالهيرو واحدة من الأساليب اللي هي إيش تعطيني؟ تعطيني أنيميشن داخل من؟ داخل الفلاتر. أكو طريقة ثانية اللي هي أكو باكج اللي هي شو اسمها؟ اللي هي الأنيميتر الفلاتر. ما هي اللي هي إيش تعتبر؟ اللي هي تعتبر اللي هو الباكج اللي أعتقد اللي هو الرسمي داخل من داخل الفلتر اللي هو شي يدعم لي خصائص اللي هو الخصائص مال اكثر من نوع من انواع الانيميشن فلتر. اعتقد اسمها انيميت ديجا. Animation tutorial. Animation of motion objects. Stack of fuel. ITC. I think I'm going to roll up by a bucket. اللي هو الباكج اللي اسمه انيميشن فتر انيميشن يعوض على اليمن الاستخدام مالت من مال هيرو. يعني مثل ما تلاحظون ان انا حاليا مثل مو واجهت مشاكل، بس تريدون يعني هو هذا هاي الباكج حاليا يعني انه داخل عملية الانتقال ايش صار عندي؟ صار عندي مثل البايك اللي هي انه الحجم مو نفسه، ف
فأكو بقي جدية تعوضنا على سالفة الهيرو، أو تقدر تحل سالفة الهيرو اللي هي اسمها أنيميشن. لاحظوا هواي أنواع من الأنيميشن، تبغون تروحون على الإكزامبل وتروحون من الانستولينج وتنصبوها. بس إحنا راح نجي نكمل، وبغض النظر عن هاي المشكلة راح نروح شو نسوي، نروح نبرمج شنو، نبرمج صفحة الديتيل مالت من مال البرودكت. طبعا داخل البرودكت انا شو عندي، طبعا اذا ارجع هسه راح اروح شو اضيف، اضيف اللي هو العنوان المفروض، العنوان مالت من مال المنتج، اروح عليه من، اروح اسوي تيست تيبس طبعا نفسه هالشيء اللي هو item dot title item طبعا نفضل بشهر العلامة item dot description حاسبة بدأت تبطأ، معناها المفروض راح أسد هذين التابات. نحتاج هسه اني بما انه طبعا خل اروح اسد الفيديو السوداء كود، لان اعتقد بدا يخربط والسيميليتر هم سده. اني ما احتاج التيرمينال، هذا هم ما احتاجه، اروح افتح الـ VS Code السيميليتر وقف، فراح اطفي اني هسه ما اريد الفيو حاليا، افتح السيميليتر مال ابل تمام. لا ستارت اي اس طبعا جاي يقول لي انه انت فاتح، خل اروح اشوف فورس كويت غريبة. يلا تمام بس انا فتحت الجزء سيميليتر، اروح اسوي ران طبعا مثل ما اتفقنا انه احنا شنو احنا التايتل، بس طبعا انا شو مسوي تايتل اضيف له بادين أضيف للتيخ description هم بعدين طبعا بما أن أنت الكورس راح أرفع لكم الكود، طبعا خلي أرفع الكود project
الجزائر المفروض أضيفهم وش كومت كومت أعتقد يعتبر دين عالمية أصلا ما ضايف المفروض أضيف الملفات كثير يطلع أسوي كومت هاي بعدين انا رفعه تمام بس اذا رحنا وسوينا تخطي اروح على واحد من المنتجات راح ايش تطلع عندي راح يطلع عندي اسم المنتج الديسكريبشن مالته بس اول شيء شو احتاج احتاج اسوي كروس اكسس كروس اكسس الاينمنت حتى يبدي من البداية تمام طبعا اكبر التايتل ستايل 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 فونت سايز راح اقول له اعطيني 16 واقول له فونت ويت ويت دوت بولد تمام اما اللي هو ال description راح اعطيه خصائص بس ما راح اعطيه نفس ال راح اقول له 14 اعطيني اعطيني فونت ويت دوت دبليو 500 او 600 تمام هسه بخي لحظة وهسه اذا ارجع طبعا هذا شوية مرتب بس هذا شوية اعتقد اتخربط فخذ اروح نشيل الخاصية اللي هي مال هيرو من يمه يعني ما جاي تضبط فاروح مسحها يعني صارت مثل الباك هذا هم مسحها رحنا فتحنا تمام تمام بس تلاحظون ان انا عندي منتجات بس انا شو اريد اسوي اريد اضيف شغلة بسيطة اللي هي شنو اللي هي اريد اضيف مثل ال تمام اريد اضيف مثل البوتن اللي هي تسوي لي لايك وديسلايك ايمن لهذا المنتج بس قبلها احنا عدنا بالمنتج عدة صور مو صورة واحدة وانا عرضت بس صورة واحدة انا هاي الصورة خليتها على مود الهيرو بس اقدر شو اسوي اقدر اسوي ليست فيو ليست فيو دوت بولدر حتى اعرض الصور كلها اقول له ايتم كاونت شو تجيب لي تجيب لي الايتم دوت الايمجز اريد اعرض الايمجز وراح اقول له دوت منو دوت اللينكس طبعا الايمج احتمال تكون نوب بقى الايتم بولدر هذا الايتم بولدر ياخذ كونتكست ياخذ انتجر اندكس راح اقول له رتير نرجع لي ايمج دوت نتورك راح اقول له رجع لي item dot images offer index dot تمام هسه انا اموري تمام باقي بس اضيف بس طبعا اريد الليست فيو مو فيرتيكال اريد هوريزونتال هاي هوريزونتال شلون راح اسوي ببساطة راح اقول الاكسس مالته او ال
كان شو اسمه سكرول دايركشن حقنا اكسس قلت له انتر اهدوا سووا لي طبعا سووا لي كلش مشكله كبيره هاي راح اتلافاها مع زر حجم الايمج راح اقول له اعطيني هايت 100 وولز 100 خلينا نشوف شنو المشكلة راح اسوي ريلود طبعا منو يعرف المشكلة شنو يعرف المشكلة شنو معناها استفاد من الكيرسر ما اعرف شنو المشكلة on null value why item.images item.images اكو خطأ انا سويته خلنا نغير الايتم يعني اعتقد ده يضرب بسبب لأن الليست فيو اصلا بي ايتم بس اعتقد اكو ايرور راح يصير هذا الايرور بالبرودكت شوف كم الايرور حتى تمام لان انا غيرتها سويتها بمكان سويتها بالبرودكت سبرودكت بس مفروض ما في ايرور ماشي هسه تخطي السيارة نفس الشيء حلو هسه نعرف زين برودكت بيج زين شلون نظله هو عارضني يا فوق الله يا ابو ما ازعلك خلي اذا نظ فجاه يصير في راح اقول سترينج إذا the projects dot images search down now fails نعم أعرض الأمج شميت لك العبارة بعد تطويل زين هاي مش فيها عزيبة
مالتشك بسطر 27. Products. زين شيل الليست فيو سويها كومنت اشتغل يلا حلو جيب التكست عرض لي هذا برودكت فور ايمجز انترنت انترنت جورج فرانك شو الصورة؟ شلون طبع لنا؟ ليش جاي يبقاها بالليست فيو نوب؟ product images I have idea اللي هي list of images وحلت لنا بالبول بحبيب الامجز يساوي هايتون برودكت امجز راح اروح على الامجز بس بدون برودكت شيء ثاني سواها بريفرش حلو عليك تفضل تحس بستاك اوفر فلو يقول This error occurs when you use a bank operator, this operator, on a nullable instance which was a thing like error means like. يعتبر نظر يقول لي أنت تخلي نظر على شيء مو نظر. لا يحتاج initialize في البداية. هو أنا جايبه القيم جايبه حبيبي. يعني أنا القيم مو ما جايبه جايبه. بس المفروض انحلت حلو انحلت انحلت واقرس مشكلة اللي هي تحديد المسافة هسه اني images راح اقول له images of the index هسه اذا يطلب مني اني اطلع list view حجم راح اقول له يا بطين container بطين height اريد بس 150 شوفه هسه عرض الصور بس طبعا مطينا وين هذا اللي هو التيكس انا ما اريده ليش هالقد مساحة 150 واتس من اليمين اعتقد بالضبط الاي هذا لحظة هسه صار عندي انه انا الصور كلها تنعرض عندي بس اضيف للصور اقدر اضيف لها باقي القليل لحظة الصور مال المنتج قمت اقدر اقلب بيها فهذا الشيء الكلاينت من تروح له يعتبر هذا فد شيء حلو صح هو حلو لو مو حلو من يقدر يجاوبني ابقيها لو اشيلها يعني فد شيء اضافي للتصميم لان لاحظوا انا الصورة المفروض تطلع عد بالتصميم ما حد جاوبني تمام يعني حضر ريكومنديشن
يعني فشيء حلو افضل انك تعرض الصور مع المنتج كلها. لاحظ يعني مثلا عندك هذا المنتج لهاي الساعة، شوف هسه انا ضفت التايتل وضفت الديسكريبشن وعرضت جميع الصور، هسه ايش نعرض؟ نعرض البرايس. طبعا اجيب البادنج، اجيب مكان الديسكريبشن، ايش راح اعرض؟ اعرض بقى عندي بقى بس البرايس، بس البرايس احتاج احوله الى شنو؟ سترينج. طبعا سويت نسخ ولسخ مرتين، لحظة زين، زائد المفروض اعطي زائد اس دولار، واكبر السعر بحيث يبين، بس السعر المفروض يكون قبل الديسكريبشن. لحظة شوية تصميم افضل، التايتل هم اكبره بحيث يكون هم اربعة وعشرين، اربعة وعشرين باربعة وعشرين، وهذا 18 خليلي. هسه الشغل تمام، نجي من عدة تعليق على التصميم. هسه بقت عندنا شغلة اللي هي بسيطة، اللي هي نضيف بوتون تسوي لي لايك للمنتج. حتى اضيف هاي البوتون ببساطة، اروح على التكست على التايتل، اقول له يا باب ممكن لا تعرض بس تايتل، خلي لي هذا برو، خلي لي برو فتشي اسمه ايكون، هنا ايكونز دوت فبريت، اعتقد بريت اوتلاين، راح اقول له غير له الكلر مالته، سوي له كلر تمام. هسه بس اخلي مساحه بيناتنا، اقول له مين اكس از الاينمنت، اقول له مين اكس از الاينمنت دوت سبيس بتوين، والكروس راح اقول له كروس اكس از الاينمنت، اللي هو بالعكس كروس اكس از الاينمنت دوت ستارت. هسه انا ضفت اللي هي هاي الايكون، اللي هي من تضغط عليه المفروض شو يسوي؟ المفروض يضيف لك المنتج المن للمفضلات. هسه انا سويت عرضت الديتيل مال المنتج، شو بقى عندي؟ بقى عندي انه هاني اضيف اللي هو اهم شيء، اللي هي البوتون اللي ايش تمثل؟ تمثل اضافه المن للسله. حتى اضيف هاي البوتون، اغلب اللي يجوني اشتغل لهم تطبيقات يقولوا له خلي البوتون وين؟ بالاسفل. فراح اجي استخدم البوتون نافيجيشن بار، شو اخلي اسوي؟ اصمم اقول له بطين كونتينر، بس ما اقول له كونتينر، راح اقول له لاي اوت بلدر. ليش لاي اوت بلدر؟ لان اريد المساحه كلها. البلدر راح اقول له اعطيني بالضبط، اقول له رجع لي هذا ريتيرن كونتينر، هذا الكونتينر شو ياخذ؟ ياخذ شايلد تكست، اقول له هذا اضافه الى السله. طبعا لاحظوا الكونتينر الحجم مالته كلش قليل، راح اقول له يا بالويد، راح استفاد منين؟ من الكونسترينت، راح اقول له يا الكونسترينت دوت ماكس ويد، اطوح عرض عندك، وراح اقول له الهايت، راح اقول له الكلر حتى اعرف انه هل الكونتينر مالته ماخذ مساحه كلها ولا لا. دوت ريد، لاحظوا اذا ما اخذ المساحه كلها، الهايت راح اعطينا 735 او
65. طبعا التكست راح اخليه داخل من alignment alignment put the center والكتابة شوية اعطيها style style text style colors white طبعا font size شوية اكبره font size اللي هي 18 بس من اضغط على البوتون مفروض شو يسوي لي مفروض اريد راح اخليه شو يطلع لي طلع لي رسالة إن هي إنه تمت إضافة هذا المنتج إلى السلة. طبعاً هسيب ليش السرعة بالعشرة. طبعاً حتى أعرض رسالة أكو فد شيء بالفلتر اسمه فلتر. حتى تعرض بالتطبيقات متفك رسالة أكفيت شيء اسمه التوست هذا التوست طبعا بالفلتر أكو هواي بكيجات تسوي توست فتقدر أنت تختار ما بيناتهم طبعا الفلتر بالهذا الموقع فد شيء كلش حلو يطلع لك مرات يطلع لك شنو صور فأروح على اليمن أروح على الباب ديف ونقول له يا بريد توست أنا أكو واحد اللي هو أنا متعامل وياه الصراحة اللي هو موشن هذا الموشن كلش جميل لحظة هذا الموشن شوية يعني لطيف لحظة فأروح عليه أسوي انستول motion test هذا motion test هو بكيجي يطلع لك هو عبارة عن يطلع يعرض لك رسائل على اليمن على الشاشة فروح على ريدمي اللي هي نقرا الدوكيومنتيشن مال هاي الباكج يقول حتى تضيفه روح على هذا الدوكيومنتيشن واضيف له هاي الخاصيه فانا اروح على اليمن اروح على الكونتينر مالتي Contact نضغط عليها طبعا من اجابني قل لي ليش ما جاي يعرض الرسالة يا بطل بس إذا سويت برنت راح يطبع برنت هلو نخلك تصغر الكود إذا رفعت سويت رفرش راح أضغط لحظة شي قال لي تمام يقول لك المشكلة بالموشن توست إذا صفرت وشغلته حاليا يعني يقول لي الموشن توست كمان مفروض أعطيها ويدث وهايت مفروض ما تأخذ
مساحة تخطر You need to provide both a use constraint attribute to motion test. تمام. هكذا هذا. شوفوا هذا جيت فاينا constraint of constraint to work. وهاي. بدينا ثانية 50. بس بتزعل. هذا السلة لحظة. بس 150 كلش فاول خلنا نضيف لهم 95 تمام هسه ايش راح اسوي؟ راح اغير رسالة مثل هنا معلومة ارسل له سلة تمت ضبط من بنجاح بس بقت عندنا هاي اللي هي الايكون بحوث جستر جستر بتكتب نفس الانكول يخلي الامكانية الضغط العنصر انتاب طبعا ويت وهايت راح اقول له 75 هايت اللي هو 75 راح اضغط على هاي لحظة مفروش اقول له هنا المفضلة هي المفضلة تم اضافة المنتج الى المفضلة بنجاح هسه شباب احنا سوينا كملنا سالفة البرودكت وحلينا تقريبا اغلب المشاكل اللي يواجهوها بسوق العمل وحكينا هواي على ال حكينا ككورس مبتدئ حكينا بهواي معلومات اللي هي تخص الستيت مانجمنت وتخص اللاي اوت وتخص الباكجز تخص اللي هو عرض البيانات بصورة حلوة وتعاملنا ويا الـ API وتعاملنا هواي ويا من ويا الصور وتعاملنا ويا التكست وتعلمنا البوتن بار وتعلمنا شلون نسوي الويدجت ريسبونسيف من خلال الـ Layout Builder طبعا الأصناف هاي فكرتها حالها حال فكرة الكاتيجوري الفوق مفروض شو تسوون؟ المفروض نجيب الكاتيجوريز وش نسوي؟ نعرضها طبعا اجاني ببساطة تقدرون تسوون مثل البنر هذا البنر تروحون تجيبونه كوبي بيست وتخلونه داخل الكاتيجوري اما بالنسبة للمفضلات والسلة هاي سالفة كلش مطولة طبعا ما اعتقد انه احنا راح نكملهن بهذا الكورس واني اعتقد انه لهنا طبعا الأستاذ غيث موجود او اذا ما موجود انا بالنسبة لي راح ابدي اتلقى اسئلتكم لان لهنا ما اعتقد انه اقدر اعطيكم معلومات زيادة لان اي معلومة زيادة على هذا الكورس شو راح يسوي راح ما راح احتاج فترة اطول من
حتى اختم الكم هذا الكورس. بس طبعا هنا انا عندي بالبرودكت ليست حتى نكمل كل شيء اروح اضيف اللي هو هذا. طبعا عندي انا داخل البرودكت بالكاتيجوريز كاتيجوري ديتيل انا عارض بها منتجات. طبعا هاي المنتجات اللي هي بها داخل الامج نتورك انا المفروض اعبر المنتج. شلون راح اعبر المنتج؟ انا من خلال هذا الكونتينر اي ثينك انه بالضبط هذا الكونتينر اقدر اسوي رابط ودي اسوي له انكو برودكت بيج. بس هنا شو راح يكون؟ راح يكون عندي برودكت للاندكس برودكت. لحظة إذا أضغط على هذا تمام. تمام شباب، هسه راح ابدي اتلقى اسئلتكم. وطبعا اسئلتك المتاحة، اللي يريد يطرح سؤال خليه يسوي الرئيس هاند. طبعا حتى فشي اعطيكم هنت بسيط على شلون راح تكون السلة. طبعا انا استخدم قاعدة بيانات، او هاي القاعدة المفروض نضيف بها المنتجات. فشي اسمه الهاي، هذا الهايف هي عبارة عن داتابيس. بس طبعا أنا أفضل قبل البحث تكتبون هايف فلاتر فحتى تطلع لكم الدوكيومنتيشن صحيحة مال هايف. هذا الهايف هو عبارة عن داتابيس علما للفلاتر. فحتى تكملون عملية إضافة المنتجات إلى السلة وإضافة المنتجات إلى المفضلة، مفروض تتعاملون ويا من؟ ويا الهايف. أنا أجي أروح أضيف الهايف والهايف فلتر. طبعا راح تحتاج الهايف جنريتر، بس الموضوع كل شيء طويل. فأنا أفضل إنه هسه أنتم تسوون ريز هاند تطرحون الأسئلة الخاصة بكم، لأن أنا بالنسبة لي لهنا راح أعتبر إنه الكورس ها هي إنه خلاص ما أقدر أعطي زيادة معلومات، لأن إذا أعطيت معلومات أكثر سؤال شنو أفضل حجم بس الصورة المعروضة. طبعا ما حد يفضل انك من خلال تطبيقك تتحكم بالحجم مال الصورة. الصورة من تجيك من الاي بي اي اعرفها كاملة، لا تتلاعب بالحجم مالتها، لان ما راح تتلاعب بالحجم مالتها راح تخرب الصورة. زين شباب، اريد واحد منكم يحكي لي عن الدورة، عن تفاصيل الدورة، شو استفاد، او يقيم لي انه هل يعني بما ان الدورة انا اعتبرها انه هي خلاص خلصت، لان احنا حاليا عندنا هواي مثلا سوالف ما وصلنا لها ما تطرقنا لها، بس هاي السوالف مو كل الصعبة، واعتقد انه تحتاجون شوية يعني انه راح نطول بها، مثل اللوجين او ريجستر. هاي السوالف ما موجودة بالاي بي اي اللي هو ما هنا صراحة، اللي هو fake star ABR. طبعا اللي هو هذا احنا لا ما استخدمنا هذا، استخدمنا بالضبط اللي هو هذا. طبعا هو هذا بالضبط يكون افضل ABR. بس حتى احنا اذا سوينا عملية الريجستريشن، عملية الريجستريشن هي تقريبا راح تكون بساطة، هي نفس الفكرة، بس راح انه احنا نحتاج انه نشغلها في مكان
بمكان لقيت راح ندز ريكوست اللي هو بوست. طبعا هذا الاي بي اي مال لوجن. في المحاضرة الجاية راح اشرح لكم بصورة بسيطة عن شلون نحافظ على المعلومات مال يوزر، شلون راح نعرض نسوي لوجن بسيط وعملية ريجستريشن. وان شاء الله يعني راح تكون المحاضرة الجاية مثل الملخص او ريكاب عن الدورة، وراح نشرح بها عملية الاوثنتيكيشن شلون اسوي اوثنتيكيشن ويا جي دبليو تي. طبعا جي دبليو تي هي توكن ينحفظ داخل التطبيق، هذا التوكن اقدر استفاد منه واتعامل وياه بصورة مباشرة حتى اتحكم بالاي بي اي. بس هذا الاي بي اي ما موفر لك التوكن بالصورة اللي هو احنا مبرمجين نفضلها. بس ان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح اعطيكم معلومات مبسطة عن شلون نتعامل ويا الفورم، شلون نسوي لوجن، شلون نسوي ريجستريشن. حاليا تقدرون تفتحون المايك وتتفضلون وتحكون بس بصورة مبسطة عن شلون استفاديتوا من الدورة، هل الدورة كانت مفيدة. الصراحة أنا كنت أتمنى أعطيكم هواي معلومات، والصراحة يعني هذا كود طبعا التصميم أو هذا الكود راح يكون متاح للكل بعد ما تنتهي هاي الدورة. لحظة، يعني التصميم هو مو بيسك، يعني تقدرون تقيمون كذا، تقيمون التصميم من 10 صدق ايش قد تطور، يعني من خلال انه احنا هاي وصلنا له. اذا التقييم من 10 ايش قد يعني خياركم، يعني تقريبا انا بالنسبة لي طلعت بهذا التصميم، بالنسبة لي انه افضل تصميم صراحة انا صممته بالمراحل مال التطبيقات مالتي، يعني لان كلش تعبت عليه. واتمنى انه استفاديتوا من التعليم من الصراحه. وتقدرون عبد الله 7.5 تمام. طبعا اشكر تواجدكم، وان شاء الله هذا التعب نشوفه ينعكس على التاسكات مالتكم، واتمنى لكم يعني الموفقيه. واللي يريد يطرح سؤال أو عنده استفسار، أنا حاليا موجود. ما عنده استفسار، أنا بالنسبة لي أنه هاي المحاضرة أنه ما أحتاج أطول بيها الصراحة، أنه هاي بس. حتى من أظلمكم ومن أطوقت لك ونطوقت أكثر، اللي يريد يبقى واللي يريد يطرح سؤال على المشروع خل يفتح المايك ويسأل. أعتقد أن أغلبكم عندكم مشاكل تواجهكم بالتاسكات، فيا ريت يعني أعتقد. وغيث طلب مني أنه أنا أخلي مثل الـ شو اسمه شغلة اللي هي اكو واحد طلبها، اعتقد اللي هو فيك داتا او فيك اي بي، انه اغير الاي بي اي. حتى تريدون اذا تريدون تغيرون الاي بي اي وتريدون تتعاملون غير اي بي اي، عندكم شغلة اللي هي لازم تراعوها. فمثلا اني هذا مو اول اي بي اي اتعامل وياه، فحتى تعاملون هاي الاي بي اي تحتاجون اول شيء تعرفون هذا الاي بي اي اول شيء فري لو لا. فاني كشخص انا كمطور طبعا ما اشتغل على فيك اي بي اي، اكو هواي ناس تصمم لاي بي اي ومطورين، يعني هذول المطورين مال باك اند يعني يصممون لاي بي اي حقيقي. اما كجونيور وبداية تقدرون عندكم هواي اي بي اي، منهم الصعب ومنهم السهل. طبعا انا اول ما تعلمت الفلتر اشتغلت على فتشي اسمه النيوز اي بي اي، اللي هو هذا النيوز اي بي اي هو فتشي كلش بسيط وتافه الصراحة. هذا حتى تسوي بيه تطبيقات مع الأخبار طبعا. حتى شغلة لحظة، أول شيء إيش لازم تسوون؟ طبعا ببساطة أول ما تلقى موقع بي لوجن تروح عليه، إيش تسوي لوجن، راح يطلب منك إيميل أو باسورد وتروح تسوي ريجستريشن عليه.
جيت وان تروح تدخل المعلومات الخاصة بيك، راح يطلب منك إنه هل أنت شغال أو هتسوي عملية، هاي العملية وتسوي لوجن. أو ببساطة شو تسوي؟ قل لي جيت إن أي بي أي، تروح تدخل المعلومات الخاصة بيك حتى تحصل كي. أنا راح أخلي هاي المعلومات، هاي روبوت راح يقول لك قوارب. طبعا قارب هذا قارب، I think I agree، بس المشكلة انه هاي صراحة this email، هذا الايميل انا اصلا مستخدمه، بس الصراحة انا ناسي الباسورد، ف المفروض استخدم. طبعا اعتقد اني ممكن تتعلم استهلكت الايميلات مالتي، ف I think حتى هذا الايميل انا مسجل بيه بالضبط، فالمفروض اسوي ريست باسورد. فالمفروض فيفضل انكم شو تسوون؟ تسوون لوجن، تاخذون اي بي اي كي حتى تستخدمون هذا الموقع، تروحون على الدوكيومنتيشن. طبعا الدوكيومنتيشن مالته كلش يعني بسيطة، بس طبعا تمام تمام تمام. وطبعا ايش يعطيكم؟ مثلا يعطيكم الاند بوينت، الاند بوينت ويعطيكم البيانات. لحظة، شو يعطيكم؟ يعطيكم هذا الاي بي اي، يعطيكم ارتكلز مقالات ويعطيكم اخبار، فتقدرون تستفادون منها. شوفوا، فمثلا هنا يعطيكم ريسبونس على اليمن، على مثلا هنا هو شو مسوي؟ يريد يرجع لك ايفريثينج، او ما يرجع لك ارتكلز، وهذا مثلا يرجع لك، أريد واحد مثلا يرجع لحظة، فمثلا هذا يرجع لك أي شيء على البيتكوين. تقدرون تطبون على التوب هيدلاين، مثلا هنا مثلا يرجع لك التوب هيدلاين اللي هو أخبار، فمثلا هذا التايتل مال الخبر، هذا الديسكريبشن، هذا اليو ار ال، وهذا اليو ار ال مال الايمج. فهذا النيوز اي بي اي كلش بسيط، ويعطيك الريسبونس. فهذا الريسبونس ما طول الطاقة، تقدر ببساطة تاخذ الريسبونس حتى تسوي مودل، تروح تاخذ هذا الريسبونس. طبعا انا سويت فايكو بيست، اجي اخذ الريسبونس، اروح لدا لجيسون تو دا جيسون تو دا. طبعا ببساطة راح اروح على جيسون تو دا، وأقدر أحول هذا الموديل إلى شنو؟ إلى API. فمثلا يقول لك كلاس اسمه نيوز جنريتر. طبعا أكو خلل الآن في الكود اسمه، بس ببساطة إنه عندكم عدة خيارات. فمثلا هذا أول واحد، أكو واحد همين أني بعد النيوز طورت مغوطة، وردت مثلا أسوي تطبيقات مثلا مال الأفلام. اكو فد شي اسمه موفيز دي بي، فد دي بي اي بي اي، هذا الموفيز، هذا التي ام دي بي، هذا اي بي اي مالت من؟ مال الافلام. طبعا هذا شي يعطيك؟ يعطيك الافلام الحاليه، ويعطيك الافلام الترند، ويعطيك الافلام حاليا نازله. طبعا هذا مربوط بمن؟ مربوط بموقع عالمي. واكو حتى مثلا هو هذا مربوط بالتي ام دي بي، اللي هو في اخر الاخبار تي ام دي بي. بالضبط هو هذا، شوفوا هذا يعطيك المعلومات مالت من؟ مال الافلام. همين شي يحتاج تسوون لوجن، بس طبعا انا الحمد لله حافظ المعلومات مالتي. من تسوي لوجن تروح على اليمن، تروح على السيتنج، راح يعطيك شنو؟ شو يعطيك؟ يعطيك اي بي اي. بالاي بي اي كفت شيء مهم اسمه الاي بي اي كي، شوفوا هذا لازم تروح تحفظه يمك. طبعا انا هسه الاي بي اي كي ما اتصار يمكم. المهم طبعا مو كلش مفيد، تقدرون تستخدمه وتقدرون لا، ما ادري اكو ناس باليوتيوب من يسوون شرح يطفون هذا وما يعرض لك اياه، بس هو not important، إن هو حساب أصلاً حساب فري. هسه روح على اليمن، روح على شوفوا هذا الـ API بـ documentation.
is located. هو شو يقول لك؟ يقول لك الدوكيومنتيشن مال هذا الاي بي اي مال موجود هنا. فتقدرون تروحون تسوون تطبيق مال بسيط مال الافلام، يعني مو الا تروحون تسوون تطبيق خاص بمن بالاي كوميرس. اما اكو طبعا اكو واحد سعر ايسان. تفضل عبد الله. طبعا اول استاذ نشكرك ونشكر تعبك وانا بهاي الدوره يعني التطبيق كان كلش حلو. بس اعطيتك تقييم 7.5 يعني مو شخصك يعني هو التطبيق يعني التطبيق ما يستحمل يعني مو اللي تشد مبارك يعني الفتره بالمشروع الفترة 10 محاضرات بمشروع اي كوميرس. يعني انت تشوف ان المشروع الحمد لله احنا وصلنا مرحلة كلش، انت تشوف المرحلة اللي وصلنا لها اللي تعتقد ان هاي المرحلة قليلة لو لا عاشتينك كانت كلش حلوة. يعني تقريبا افصدك حتى اذا تروح الدورون مثلا خلنا نروح نطب على اليوتيوب اكتب فلتر اي كوميرس تمام. شوف الكورسات لاحظ اتحدى مو اتحدى يعني شوف هذا مثلا هذا الشخص هذا سكولارتيك طبعا هذا قنواته كلش مشهورة. اهلا بكم. شوف وين واصل ما مكمل. وطبعا الوقت خلاص يا شباب في الحاله دي انا هعمل اللي هو الاكسبشن. الوقت ما تهمني راح يكون هذا المشروع الوقت ما تكلش هواي وهمين ما مطي يعني. اهلا بكم يا شباب انا ثروت سامي فلاتر ديفلوبر وي اونلاين هو اهميه كامله للكورس. يعني تلاحظ انه المده ما تكلش قليله. اني طبعا اذا اسوي لكم ريكومنديشن على كورس مال الاي كوميرس صراحه حاليا انا بالنسبه لي ما موجود اي كورس موجود على اليوتيوب حاليا موفر مو الشيء اللي انا شرحته بس ما موفرين يعني ما معطيكم هاي الشغلات اللي هي كلش تعتبر تفيدكم بسوق العمل. وما يعني اذا تشوف هسه مثلا تشوف مثلا انه اغلب الديتون كورس دي يستخدمون في شيء اسمه الفاير بيس واحنا بالسوق العراقي او حتى بالماركت اللي هو اي يعني اي تطبيق انت راح تطوره ما راح يقول لك انه ما راح يقول لك تعال استخدم الفاير بيس. مستحيل فاير بيس مو مال مشاريع ضخمه مال مشاريع هاي المشاريع البسيطه. صراحة شدني وكلش يعني اعتبر انه هذا الكورس كلش مفيد. اي ريكومندد الصراحة اللي هو هذا مع طارق العبد يعني كلش تعبان بي. بس تلاحظ الوقت المستغرقة بالمشروع مال اي كوميرس بادي منين. هذا شوف البارت الاول مالته كم ساعة ساعتين بساعة و 17 دقيقة نوب ساعتين. وشارح لك فاير بيس ما شارح لك اللي هو الاي بي اي. احنا بالسوق العراق احنا دائما نستخدم فد شيء اسمه الاي بي اي نستخدم لازم 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 نستخدم فد شيء اسمه الستيت مانجمنت. انت اذا تجي على الستيت مانجمنت اللي انا استخدمتها هي ستيت مانجمنت كلش حديثه اللي هي ريفر بود اللي هي اذا تروح تقرا عليها هي الستيت مانجمنت اللي هي اجت بعد البروفايدر. فالصراحه يعني انه محتوى هذا الكورس انا بالنسبه لي انه راضي عليه. ف طبعا اشكرك على التعليق. اما انه ما شرحت اد تو كارت واد تو فيفوريت هذن اذا اشرحهن اعتقد راح اطول المده كلش طويله. يعني أنا عدني أنه أنا أكمل بس حاليا مستحيل محاضرة واحدة تكفي أنه أشرح لك شلون نضيف منتجات للسلة ومنتجات للمفضلة. راح أحاول إن شاء الله بالمحاضرة القادمة أشرح سالفة اللوجن سالفة الريجستر
اشرح شلون تسوي بوست وعمليه الاوثنتيكيشن، واحاول اسوي لكم ريك مع اعطيكم معلومات على شغلات الايرور هاندلنج. تفضل عبد الله. طيب شنو رايك بالسيف مانجمنت البلوك؟ طبعا البلوك البلوك هي كلش رهيبه، بس حتى تستخدمها تحتاج انك يكون عندك علم بالستريم. يعني بلوك يعني البلوك اصلا هي مبنيه على فكره الستريم، اللي هو عندك انت عندك بالبلوك. البلوك بيها ثلاث شغلات، بيها ستريم وبيها ايفنت، وبيها انه البلوك راح يشتغل لك على الايفنت وعلى الستيت، فراح يجيك لك هل الستيت هو هذا، راح يسوي لك امت لهذا الايفنت. فما انا ما افضل انه اشرحها بدوره بيسك، اذا اريد اشرحها اشرحها بدوره ادفانس. البلوك مو مال بيسك، البلوك هو ديزاين باترن اكثر مما هو باكج، فما تقدر تعتبر ان البلوك هو ما تقدر تعتبر انه هو باكج. البلوك هو ديزاين باترن كامل تتعامل به، فانت غلط انه تعتبر انه البلوك هو عبارة عن شو اسمه عن باكج عادية. لاحظ انه بالبلوك يكون معلومات كلش هيوج، ما تقدر تعطيها الناس هستهم طابين بالفلتر. يأثر استاذ يعني السيت مانجمنت عن اخر يعني بالسرعة مال التطبيق لو يعني ما يأثر؟ لا ما يأثر، بس حسب الاستخدام مالتك. لا يعني مثلا اكو سيت مانجمنت يعني اكعدة سيت مانجمنت اكعدة بناء الوجهة اكثر من غيرها مال البلوك مثلا يعني اكو مقارنة صارت انه الجيت اكس شافوها ان هي اسرع الاستخدام من اكثر من اي ستيت مانجمنت. فاذا تجي على البرفورمانس انا اقول لك روح على جيت اكس، بس الجيت اكس هي عباره عن فريم ورك كامله. يعني فريم ورك هي بطن الفلتر راح تخدمها، يسموها مايكرو فريم ورك، راح تكون داخل الفلتر، فانت المفروض تتعامل وياها مو حذر. يعني مو اي واحد يقدر يستخدم الجيت اكس، هي صح تبين بسيطه بس تقدر تسبب لك هواي مشاكل. شوف كم واحد مسوي لها لايك، نسبه البوبولاريتي مالتها 100%. تفضل من سير ريسانت. سوق العمل العراقي باع، سوق العمل العراقي حاليا جاي يطلب تطبيقات بصورة كلش كبيرة، ودي يعتمد عليه يعني يعتمد على انه يريد كروس بلاتفورم، ما يريد نيتف. فمعرفتك للفلتر راح تزيد من قدرتك على التنافس بسوق العمل. ليش؟ يعني راح يكون البرايس مالتك مو مثل النيتف، بس تحتاج انك تطور نفسك، تحتاج انك تتعلم اول شيء بالفلتر. من تريد تتعلم الفلتر اول شيء تركز عليه شلون تبني ويدجتس. فان لحظة يعني عد مثلا هاي الفلتر عند بالفلتر اهم شيء بغض النظر عن الستيت مانجمنت، الناس تهتم لك بفكرة اليو اي وفكرة الريسبونسيف اكثر منين اكثر من سالفه البزنس لوجيك الصراحه. بس طبعا هو البزنس لوجيك كلش مهم، بس ما طول انك تعرف فلتر معناها المفروض انت ايش تعرف، معناها المفروض انت تعرف تصمم. فهاي بالنسبه لهم كلش مهمه. فحتى تكون مطور فلتر ناجح لازم انك عندك هواي خبرات بالتصميم، ولازم عندك هواي خبرات بعدين تروح تتعلم شلون تدير الستيت مال التطبيق. لازم تعرف الستيت مانجمنت، وبعد طبعا الستيت مانجمنت يجي وياها ريستفول اي بي اي،
ما طول انت تعرف الـ RESTful API لازم تعرف تسوي فد شيء اسمه الـ Error Handling. وهي الـ Error Handling لازم عندك هواي معلومات حتى تبني. بس حتى الطب السوق العمل طبعا كنصيحة انك تحتاج بورتفوليو كلش قوي. شنو معنى بورتفوليو كلش قوي؟ معناها انك يكون عندك تطبيقات، هاي التطبيقات تنزل مثلا تنزل بالسوق او ترفعها على السوق بلاي وعلى الابل ستور. طبعا انا البداية مالتي كانت كلش بداية مو يعني انه انا بديت مثل من تحت الصفر. شلون يعني من تحت الصفر؟ يعني انه انا من بديت اشوف طريقي بديت اصمم تطبيقات مجانية لهواي مؤسسات. هاي المؤسسات انه سويت لها تطبيقات وبديت ارفع عليها. من خلال هاي المؤسسة طبعا انه انا اشتغلت لهم مجانا سنة كاملة انا اشتغلهم مجانا، بديت انعرف وبدأ يجيني شغل وشغل قام يجي شغل. من تتعرف على شخص ومن تكون يعني ملتزم بشغل، من تكون عندك التزام بشغل راح يكون هذا مرد عليك بمردود كلش عالي. لان احنا بالسوق العراقي سوق التطبيقات كلش مطلوب. اما بالنسبة للاسعار فالفلاتر السعر ما ترى يتراوح، التطبيق اذا تصممه بالفلاتر يتراوح بين 1500 الى 2000 دولار او من 1000 دولار الى 2000 دولار. مستحيل تنزل هذا المبلغ عن هذا السعر. اما بالنسبة للتطبيق اكو هواي تطبيقات الصراحة انا اشتغلتها بالبداية بأقل. ليش؟ لأن شفت إن الشركات المانحة أو الشغلات الجهات اللي اشتغلت لها أني هي جهات يعني تقدر تقول هي الفائدة إنه الماركتينج تسوي لها أكثر مما من ناحية المادية. فأنت تقدر تستغل إنه أكو شركات تقدر تشتغل لها تسوي لك ماركتينج، فأكو شركات هو قوية. فهنا بالنسبة لي اللي هو انك اول شيء تلتزم بتطبيق، تسوي تطبيق تهتم بهذا التطبيق انه تبدأ تسوق به. ومثل ما اكو طالب اليوم نشر بالجروب فتشي كلش حلو انه اكو مصايرة مثل المسابقة مع تصميم تطبيقات وسالفة اللي هي 100 day of flutter. هاي كلش تفيد، هاي تعزز من سمعتك داخل السوق العراقي. منو بعد عنده سؤال او استفسار؟ عادي هب. بس هاي السنة فادتني كلش يعني.